ما يحصل في الكواليس السياسية بعيد كل البعد عن الهدوء الظاهر إلى العلن حول الملف الرئاسي، وذلك بانتظار عودة الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان إلى بيروت. هي فرصة استغلها أهل السياسة في لبنان بحسب موقع لبنان فايلز لإعادة ترتيب الأوراق والتحضير لمرحلة الحوار المزمع عقده في أيلول. اللافت في هذه الحركات السرية هي جولات داعمي رئيس تيار المردة سليمان الفرنجية وأولهم الحزب، الذي قرر التفرد في سحب النعم الرئاسية من حليفه القوي النائب جبران باسيل لصالح فرنجية بمباركة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، مطالباً الحزب بتسريع اللقاء بين باسيل وفرنجية للتفاهم على الخطوط العريضة لسنوات العهد الستة القادمة وفق ما أورد الموقع عينه. باسيل الذي لا يزال يناور في الملف الرئاسي بحثاً عن ضمانات سياسية بالدرجة الأولى للمرحلة المقبلة لم يقفل الباب أمام ترشيح فرنجية منذ اليوم الأول بعد خروج الرئيس ميشيل عون من قصر بعبدة، بل وضع ورقة مواصفات لا تتطابق مع فرنجية، ولكن لم يقل أن تطابقها مع فرنجية مستحيل، مما يسمح له بالتراجع عن سقوفه العالية في الملف الرئاسي والذهاب إلى الحوار مع الثنائي مجدداً. على المقلب الآخر لا يقف رئيس تيار المردة مكتوف الأيدي، إذ أنه يعمل على أكثر من خط وفق لبنان فايلز، فهو وباسيل يتفقان على محاصرة رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي يتمدد أكثر داخل الشارع المسيحي وتحديداً الشبابي، فيرى باسيل أن توحيد الجبهة مع فرنجية بوجه جعجع أفضل من تقسيمها، وفرنجية قد يكون داعماً له بوجه جعجع خلافاً للمرشحين الآخرين، وباعتقاده أيضاً أن ترتيب الحكم مع المردة بمباركة الثنائي وتمرير بعض المطالب لتحسين النظام السياسي اللبناني هو أقل خسارة من إيصال مرشح على علاقة جيدة بالقوات اللبنانية، وعندها تتم محاصرته. هذه المعطيات تعطي تفسيراً منطقياً للقاء الذي جمع رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون أول من أمس بالنائب توني فرنجية، حيث نفى شمعون أن يكون بصدد انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ولكنه سأل بحسب ما جاء في صحيفة النهار هل يجوز أن نبقى كقوات لبنانية وكتائب وأحرار مسكرين على الآخر؟ إذن وبحسب ما سبق نحن أمام تسوية رئاسية تطبخ على نار هادئة في الكواليس، وذلك بانتظار عودة المنقذ الفرنسي لودريان إلى بيروت.